انا معاك. يعني رايك حضرتك النهارده المشهد المحلي والقوات عقد مع الجمعيه العربيه؟ اكيد حاجه تفرح ان زمايلنا الصحفيين كلنا نتقابل قدام بيتنا نقابه صحفيين في يوم احنا واثقين وعارفين انه مش هيكتمل، ولكن بنجتمع بنسلم على بعض وبنشوف بعض وبنطمن على بعض، منافسين جنب بعض وبيتكلموا مع بعض، مفيش ازمه خالص، كل زمايلنا واخواتنا موجودين، فهو يوم حلو جدا جدا جدا، واتمنى يكتمل على خير ويكتمل اكتر يوم 17 مارس ان شاء الله، وتقدر الجمعيه العموميه تختار مجلسها وتختار نقيبها وتختاره بشكل يليق بمهنتنا ويليق بقدرات زمايلنا الصحفيين. يعني الاولويات اللي حضرتك بتركز عليها في برنامجك الانتخابي؟ والله انا في اكتر من ملف انا مركز عليه، ملف المهنه واعاده هيبه المهنه من خلال شبابها، من خلال اعضاء الجمعيه العموميه الشبان، من خلال الصحفيين اللي احنا بنسعى ان هم يبقوا على قدر من القوه والتمكن من ادواتهم علشان يقودوا المهنه في السنين اللي جايه. يمكن احنا جيلنا لحق ناس قبلنا اتعلمنا منهم، وهم اكيد هيتعلموا مننا، وهكذا الحياه. المهنه حاليا فيها مواهب كتير وفيها طاقات كتير جدا ومواهب مدفونه ومواهب قادره تفرض اسمها وتفرض شغلها على الكل، فاحنا في ظهر هؤلاء. في طبعا ملف مرتبط بالخدمه، خدمه لا شك انه كل زمايلنا محتاجين لخدمات، من فيهم انا وحتى اعضاء المجلس. ملف الصحه امر مهم جدا، مهما كان الصحفي مرتبه كبير ولكن مع المرض بيهزم وما يقدرش يقاوم، فاتمنى ان احنا نقدر نقدم جديد في ملف العلاج. رساله حضرتك بقى للجمعيه العموميه؟ انا بقول للجمعيه العموميه انا واثق في ان هم هيختاروا الصح، يختاروا 225، وبالتالي لما ينعقد النصاب القانوني هتبقى ساعة كان وقت لتمكين الزملاء الحديد يسجلوا من الحضور، وإن شاء الله نشوفكم على خير يوم 17 في زمايلنا اعضاء الجمعيه العموميه ان هم يختاروا مجلس حقيقي ونقيب يقدر خلال السنين اللي جايه ان هم مجلس ونقيب يقودوا بالجمعيه العموميه، يقودوا المهنه الى منعطف جديد، منعطف مهم يليق بمهنه الصحفيين ويليق بنقابه الصحفيين العريقه والتاريخيه.